مرحبا بكم في قناة اليافية والنمر الوردي. قصتنا لهذه الليلة دببة على القمر. أخيرا غفت سلمى وشقيقها الأصغر. غفت وهي تحتضن لعبتها المفضلة الدبدوب شكيب. كان شقيقها متعبا أيضا. لقد قضى النهار مع سلمى في المدرسة. أدوا الفروض المدرسية ثم قاموا ببعض الألعاب طيلة بعض الظهر. وخلال نومها حلمت سلمى بأن شكيبا تسلق إلى القمر برفقة دببة آخرين. إلى أين حلمت أن سلمى أن شكيبا تسلق؟ إلى أين يا ليزيا؟ إلى القمر. نعم، تسلق إلى القمر. وهل تسلق إلى القمر لوحده؟ لا، بل مع دببة آخرين. نعم صحيح. وبين النجوم والهلال غفى الجميع. إنه حلم جميل جدا. بعد يوم عمل طويل غفت سلمى وحلمت. وانتهت قصتنا لهذه الليلة، وتصبحون على خير. ولا تنسوا أن تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. وإلى اللقاء يا أصدقاء.